دروغ على كورونا، خافوا في رب كورونا واش راكم موجدين له؟ ها هي كورونا كاع ما غاديش تكون، وتغدى الصباح تصبح ميت يلا، وتلقى صدر باع ما كانش كاع كورونا، كاين اللي غادي يموت غير بالخوف تاع كورونا. والله لو كنتم تخافون من الله كخوفكم من كورونا، وتخافون الله كخوفكم من الجوع، وتخافون الله كخوفكم من الفقر، وتخافون الله كخوفكم من المستقبل، اقسم بالله لا لا نزل الغيث بالليل غيثا مريئا طيبا، ولا أصبحت الشمس في النهار لكي تعطي المياه التي نفذت إلى الأرض مفعولها، وإذا بالأرض تصبح مخضرة. ولكن الناس هكذا، ولذلك الخوف هذا غير مبرر، غير مبرر. الله يرحم لكم الوالدين ولا ربي، يا ربي بغاكم توليوا ليه، وما يعلم جنود ربك الا هو. علاش ربي؟ وما هي الا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل اذا ادبر، شوف الوقت، كلا والقمر والليل اذا ادبر والصبح، لان من الليل للصبح يكون امر الله، والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم إلى الطاعة أو يتأخر فيصير من جنود إبليس. هذه على جندي من جنود الله اللي هو النار. إيوه، وها هو جنود جندي من جنود الله. أتتقدمون إلى التوبة وإلى باب الطاعة فتستفيدون من هذه الآيات، أما أنكم تتأخرون أكثر وتنسون ربكم أكثر وتعودون القهقرة أكثر. الله تعالى له في كل شيء حكمة، والمسلم عنده يعرف الحكمة. قال لك عجبا لأمر المؤمن كل أمره خير له، إن أصابته سراء فشكر فهو خير له، إن أصابته ضراء فصبر فهو خير له، وليس ذلك إلا للمؤمن. المؤمن يعرف كيفاش يتعامل. احنا نتبنى بالله، احنا متالفين، احنا هذا وراء الإيمان، وراء الإيمان الذي تؤطر به حركاتك في الكون. أين هو الإيمان؟ الحديث ذو شجون، والناس راهم كاع الله يحفظك يقولوا لي واش نقدر نمشي نصلي في الجماعة. أنا شي أوروبي قال واش نقدر نمشي نصلي الجمعة؟ الله أكبر، حتى الجمعة لا، روح تصلي الجمعة الله يهديك، ما كاين والو. راه نقول لك واحد الحديث نتاع النبي صلى الله عليه وسلم، راه قال لك إذا نزل بلاء من السماء صرفه عن أهل المساجد. عمرو شفتوا أنتوما سيد ربي ينزل شي بلاء على أصحاب البيت الله؟ هما ضياف عند الله. لا ما بكش، حنا شفناه تسونامي ضرب منطقة كاملة، دا كل شيء الديار، ثم لم يصب المسجد بأذى، ومن بني باش من غير الخشب. وهنا عندنا في مليليه سوق مليليه، تحرقت سوق مليليه كامله، الا المصاحف كلها لم تصبها النيران. فين هذا الصدر اللي في الايمان؟ ولا جات شي حاجه للمؤمن ودا سيدي ربي راه غادي يدي باش يرفع له الدرجات، والسلام عليكم. هذا الشيء اللي كان، هذا راه هذا الشيء اللي كان. يا عباد الله، الله يرحم والديكم، ان توبوا لله، راه كاين الجفاف. أنا أدعي وسد ربي، نقولوا يا ربي لا تمنع عنا خير ما عندك بشر ما عندنا. نقولوا كيما قال سيدنا نوح، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم شو اسمه شو قال، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أين توقيركم لله؟ غافلون مذنبون، إلى الله لا تعودون، متى إلى ربكم ترجعون؟ ومن عظمته تخافون، ومن وجهه تستحون، متى؟ وقد خلقكم أطوارا، وقد خلقكم من علق صغار، أنسيتم أنكم خلقتم من ماء مهين؟ أتتكبرون بعد ذلك؟ لا تعرفون قدر الله، ما قدرتم حق الله قدر حق قدره. فتوبوا إلى الله وارجعوا
فلا منجا ولا ملجأ من الله إلا إليه. صلى الله على حبيبنا محمد، الله تعالى أعلى وأعلم. الحمد.